Hát a fasosra, بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير مؤدب فيه قبل التحية والشكر. طبعا أتوجه الشكر للمقول والاستاذ عبد الرحمن الغانم على هاي الرعاية الكريمة لهذه الفعالية. كان شرفنا سفيرنا الغالي. نشكر زبون على الاستضافة الجميلة. وأتوجه بشكل خاص لأخوي الفنان صاحب الصوت الشجي وداعم الأول بعد أهلي الفنان محمود ينبع. وأتمنى أن أعرف هاي ما أحوص أشعاري ويسمعنا فضل ويسمعنا شيء صوت قصيدة وطنية شعر أغنية وطنية أو أي شيء من الاختيارات إن شاء الله ما يرضى. الميكا وما أكبر كم الميثاق. أنا شخصياً أعتبر أن الميثاق هبة. هبة من جلالة الملك نحل بعمله. نعم. إنزين لذلك يجب أن نبارك لنفسنا ونحتفل في هذه اليوم. لذلك سويت قصيدة عنوان بصمة روح أتمنى أن تلاقي استعزاز. بصمة روح. يا حروفي يا حروفي افرحي باللي كتبت. يا حروفي افرحي باللي كتبت وارحلي عندما اسمع اللي نقدره. موجي بامواج الشرف اللي نحقق وبحري بقصد بحوره وانهره. رايه البحرين في العالي سمت واجمل الابيات جت ميسره. بك يا ابو سلمان كبيرة الهاتف يا مسيرة عز والعزمة خارقة. راية البحرين في العالي سمت واجمل الابيات جت ميسرة. بك يا ابو سلمان الديرة زحت يا مسيرة عز والعزمة خارقة. لك قلوب بالمحبة نورت وهذا شعب تحت القول آمر. هي نوايا الخير من تسفرت في مسيرة العطايا الزهرة. هذا شعبك والقصص كم دونت المحبة الواجبة والمأثرة. اي نجدد عهدنا بك ما بقت فينا أنفاس الحياة متكررة. اي نجدد عهدنا بك ما بقت فينا أنفاس الحياة متكررة. بالسواعد لجلك الديرة بنت ودامت الديرة بالرجال مسورة. في سنة عهدك يا بن عيسى وفت واصبح الإنجاز شمس منورة. باسمك الديرة على ثم سهرت وبولي عهدك غدت متحررة. باسمك الديرة علت ثم ازهرت وبولي عهدك غدت متحررة. اين باير كل ما الدنيا حيت آمر الأرواح لجلك حارة. هذه الأرواح لجلك أقسمت نبني بعزم الوطن ونعمرة. نبني بعزم الوطن ونعمرة.